هاي جايز، شخباركم؟ اليوم هو الفيديو المنتظر حق كل اللي طلبوا مني طريقة ترتيب الاكسسوارات، فإذا حابين تشوفون طريقتي في ترتيب اكسسواراتي اليومية stay tuned. طبعا قبل ما نبدأ في ان احنا نتكلم عن الاورجنايزرز هذيلا اللي اخذتهم حق ترتيب الاكسسوارات اليومية، لازم اسوي تنويه. اي شخص ما يحب يشوف هذا النوع من الفيديوز او ممكن يفهم محتوى الفيديو غلط، بليز اطلعوا من الفيديو الحين. هذا الفيديو عشان نتكلم عن الاورجنايزرز اللي ساعدوني في ترتيب الاكسسوارات اليومية، وبعد بتكلم عن بعض الاكسسوارات اللي عندي. فبليز اللي ممكن انها تحس ان الفيديو مش مناسب لذائقتها تطلع من الحين، بدال ما تطالع الفيديو كامل واخر شيء تحط تعليق سلبي او تجريح او سب، ما حد بيستفيد منه اي شيء. المهم خلونا نبدا الحين. طبعا هذا الترتيب حق الاكسسوارات اليوميه، يعني حق الاشياء اللي انا ممكن البسها كل يوم. طبعا المجوهرات او الاشياء الغاليه او اللي حق المناسبات مستحيل تنحط هني، فهذا تنويه ثاني. هذا فقط للاكسسوارات اليوميه اللي نلبسها كل يوم، ممكن تلبسون حق الجامعه، الشغل، المول، طلعه مع صديقاتكم، عشاء خفيف، غداء، وات ايفر. الاشياء اللي فيها الماس والأشياء اللي تكون بس للمناسبات تنحط طبعا في التجوري، ما تنحط هني. هذا ثاني تنويه. أوكي، طبعا هذيل الأورجنايزرز أنا تكلمت عنهم أكثر من مرة في سناب شات. هذيل أنا أخذهم من موجي. موجي طبعا ماركة يابانية تسوي هذيل الأكريليك كونتينرز بجميع أنواعهم. انا ما اخذتها من متجر موجي، اخذتها من دبنهامز اللي في اميرتس مول، لان عندهم بعد قسم حق اغراض موجي. تشترونهم بروحهم طبعا، يكونون للبيع الادراج بروحهم، من عقب تعبونهم بهذيلة الديفايدرز اللي انا حاطتهم داخل. بعد نفس الشيء من موجي. اول درج مثل ما تشوفون انا حاطه فيه تقسيمتين، هما يكونون بهالشكل، تشترونهم مثل ما قلت لكم منفصلين. وحبيت اني احط فيها الاشياء اللي ممكن انا استخدمها يوميا وتكون قدامي في اول درج، فما اقعد ادور عليهم. حاطه فيهم اكثر شيء بريسلتس مثل ما تشوفون، وفيهم بعض الايرينجز. سو هذا هو اول درج. ننتقل حق ثاني درج. مثل ما تشوفون ثاني درج في نفس التقسيمه الاولى هني، وفي هذه التقسيمه الثانيه او الديفايدر الثاني. انا هذه وايد احبها لانها تساعدكم تحطون الخواتم كل واحد بروحه. مثل ما تشوفون انا حاطه خواتم، بعضهم اذا كان الحلق صغير مثل هذا احطهم هني بعد يساعدني. حاطه بعد حلق ثاني هني، وفي هذيلا النوز رينجز بعد حطيتهم هني. هذيلا وايد حلوين مثل ما قلت لكم حق الخواتم او اي شيء صغير عندكم. من الخواتم اللي وايد احبها هم هذيلا. هذيلا مره لبستهم على انستغرام والكل سالني عنهم. مثل ما تشوفون اسمي ريم راء ياء ميم. هذيلا من سلسله اكسسوارز، سويت لها اكثر من مره لينك في قناتي في يوتيوب، برد بحط اكونتها. هي تبيع اونلاين، تشترك في معارض. بس من اكثر الاكسسوارات اللي تعجبني اذا ما كانت ماركه هي اكسسوارات سلسله، لان تتم معاكم اسعارها وايد اوكي. طبعا ما تتقارن بالماركات، لكن تعيش معاكم فتره طويله، وعندها ديزاينات حلوه مثل ارابيسك مثل ما تشوفون. هذا الحلق بعد من عند سلسله، هذا الحلق بعد من عند سلسلة وايد تعجبني ستايلاتها. بتشوفون وايد عندي أغراض من عندها، واللي حابة تاخذ من عندها بحط لكم اللينك تحت. هذا شريته من معرض، هذا فينتج، حلق فينتج وايد عجبني لأن شكله أوريدي فينتج بالذهب الأصفر، والألوان وايد حلوة، حسيته وايد مميز. وهذا بعد سعره وايد أوكي في متناول الجميع. وهذا بعد حلق كليب ان، وبعد يعطي على ستايل الفينتج، بس هذا من سوفيز كلوزت. بعد سوفيز كلوزت من احلى المواقع اللي تبيع اكسسوارات ايذر فينتج او ماركات فينتج، يعني شانيل واي اس ال فينتج بتحصلون عندها. فبعد بحط لكم اكونتها تحت اذا حابين. اتوقع عندها توصيل لجميع انحاء العالم. وصلنا حق ثالث درج. ثالث درج في تقسيمة جديدة، هي تقسيمة النكلسز. مثل ما تشوفون حاطة أشكال وأنواع، وهذا بعد وايد يساعدني في أني أفرق بين النكلسز. عندي مثلا هذه من HRH Collection، أليكس هي موجودة على يوتيوب وعندها
accessories line عندها موقع، هاي خفته من عندها. عندي بعد من داماس، عندي هذا مثلا من سلسلة بعد، أشياء متفرقة. ووايد حبيت هذا لأنه يساعدني على الأقل شوية أني أرتب النكلسز. في بعد عندي حاطة هني هذا من دالينا جولري، هاي خفته حق العيد الوطني، بس هذا بريسلت، بس بعد حطيته هني لأنه بعد يساعدني أني شوية أنظم الأغراض اللي عندي. وصلنا حق رابع درج. رابع درج بعد في تقسيمة جديدة، وهذه اتي كلها مع بعض، اتي بهالشكل. هذا تقدرون تستخدمون حق الخواتم او حق الايرينجز، انا هني استخدمت حق الايرينجز لان عندي وايد ايرينجز، ومثل ما قلت لكم افضل التقسيم الثاني حق الخواتم. وهني بعد حطيت فيه اشياء متفرقة، حطيت فيه هذه من عند زوزو كهرمانة، كهرمان وايد حلو، بحط لكم اكاونتها تحت. هذه من مايكل كورز، اشياء متفرقة يعني. هذيلا كلهم من عند سلسلة اكسسوريز، مثل ما قلت لكم انا وايد احب اغراضها. كلهم earrings، I think هاي هي المفضلة عندي لانها صغيرة وشكلها vintage، بس كلهم احبهم. هذه لا، هاي I think من Aldo I believe او محل اكسسوارات عادي، بس الباقيين كلهم من سلسلة اكسسوريز ووايد احبهم، البسهم دايما، وتيني وايد اسئلة عنهم في انستغرام. اخر درج هو درج ما حطيت فيه تقسيمة مثل ما تشوفون، ليش؟ لان الاشياء اللي فيه طبعا حاطه فيه اشياء متنوعه، لكن هذه الاشياء ما تدخل في لو كان في تقسيمه في الدرج ما تدخل. مثال يعني مثلا حطيت هذا هنا ما يتسكر كبير، فهذا هو العيب الوحيد في الديفايدر، انه في اشياء ممكن ما تدخل فيه، ساعات، خواتم كبيره، هذيل الوسائل الفينتج. هذا الخاتم خفته من ألكسندر مكوين من قبل 3 سنوات، ما لبسته ولا مرة، ويوم تشوفه الحين أقول ليش خفته. yeah. عندي هذا الخاتم خفته من لندن من تقريبا 4 سنوات، من أحلى الخواتم عندي، من كشك في كامدن، بس الكواليتي عجيبة لين الحين ولا واحد منهم طاح، تخيلوا ولا واحد من الفصوص. So yeah. هني الأشياء المتفرقة اللي تكون كبيرة وما قدرت أحطها في مكان ثاني، عشان كذي هذين كل شوية يتحركون. ما بحط ديفايدر هني لأن أحتاج إنه يكون عندي درج شوية أحط فيه الأغراض اللي تكون شوية كبيرة. ثاني درج طبعا نفس الشيء، أول شيء رويتكم هذا، الحين هذا نفس الشيء، بس هذا خذته قبل. لاحظت إن فيهم فرق، هذا الجديد شوية أكبر مثل ما تشوفون، بس باقي الأشياء نفس الشيء، نفس التقسيمات، نفس الأحجام، نفس الشيء. هني حطيت هذه التقسيمة اللي فيها الإيرينجز أول شيء، وتقريبا كلهم إيرينجز. هاي بعد فينتج خذته من معرض في أبوظبي، وايد أحب هذيل الفينتج لأن أحس ما عندي شيء مثلهم. هذا YSL فينتج خذته من عند سوفيز كلوزت، هذا I think من ألدو. طبعا الباقي مثل ما تشوفون سلسلة اكسسوريز طبعا متواجدة بقوة، او في شانيل وفندي وتيفاني وغيرهم. ثاني درج هني في النكلسز، هذه وايد احبها، هذه من عند اليكس HRH كولكشن. طبعا انا طلبت من عندها مرة واحدة بس من موقعها، موقعها تبيع فيه اشياء مشابهة، طبعا كلهم اكسسوارات. ياخذ تقريبا لما يوصل الامارات وقت طويل، تقريبا 2 أسبوع، بس اغراضها تعجبني وبرد اطلب من عندها مره ثانيه. هذا بعد من عندها، هذا وايد يسالون عنده، هذا من سوارفسكي بس قدم وصار لازم اغيره. مثل ما تشوفون في بعضهم اوسع، يعني الاثنين اللي اخر شيء اوسع من هذيلا، فتقدرون تحطون فيهم اكثر من واحد او النكلسز اللي يكونون اكبر في الحجم. ثالث درج هني في مثل ما قلت لكم هذا الديفايدر اللي وايد احبه مال الخواتم، واللي بعد احط فيه مثلا اذا كان عندي ايرينجز صغار مثل هذيلا احطهم مثل ما تشوفون. هذا وايد احبه، وايد احسه يرتب. هني عندي هذيلا اللي فيهم مشكله، عندي هذيلا فينتج بس مكسورين، فيا اني اشتري سوبر جلو اصلحهم او اني اوديهم اصلحهم في مكان. هذيلا مش فينتج، هذيلا سينر اي ثينك اسمهم او ساينر من سوفيز كلوزت، بس بعد مكسور.
فهذيلا حطيتهم على اساس اني لازم اروح اصلحهم. هذيلا بعد وايد احبهم، ايرينجز من H&M، سلسله اكسسوارز، وفي طبعا هني اشياء متفرقه. والدرج الاخير فيه هذيلا الربر بريسلتس، وايد انتشروا في رمضان طبعا من عند سلسله. هاي اخذتها من ماركه هنديه ما اتذكر اسمها، بس موجوده على انستغرام. وطبعا مثل ما شفتوا هذيلا بدون ديفايدر، لاني ما ادري احس اخر درج دائما احتاج احط فيه الاشياء الكبيره، فاخليه بدون ديفايدر. وبس كانت هذه هي طريقتي في ترتيب الاكسسوارات اليومية. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وكومنت. ان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي، باي.